حسن جدا، ممتاز، صفقوا عليا. قلنا عندنا طريقتان لكتابة الكاف في آخر كلمة. إذا الطريقة الأولى، انتبهوا معايا، الطريقة الأولى أجر يدي حرف دال ثم أصعد من الأسفل. والطريقة الثانية، إذا سطران وهمزة صغيرة، إنه حرف كاف في وسط الكلمة. كتب لنا حرف الكاف في آخر الكلمة بسرعة. كتب لنا الكاف في آخر الكلمة. سطران حسن جدا وهمزة ممتاز غير لنا اللون العماني. إذا من البداية أولا ثبت عماني، أجر يدي أولا ثم أرسم حرف دال ثم أصعد من الأسفل، إنه حرف الكاف في أولاً نختار لون آخر، سل الأحمر. نعم جيد، يلا. أولاً يجب أن تنزل عمودي مع السطر، إذا نمسح، نعم، اضغط. جيد، إذا أعيد. حسن جداً، أحسن.